وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم تركيا، وذكرت مصادر في الحركة أن الوفد يضم نائب الأخير صلاح العروري ورئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران ونزار عوض الله وخليل الحية. ويأتي هذا في إطار جولة خارجية للحركة تنفذ لبحث التهدئة مع إسرائيل وإجراء انتخابات فلسطينية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من إسطنبول المحلل السياسي فراس أوغلو. فراس، أهلا وسهلا بك. أنت تعلم جيدا بأن هكذا جولة وللمرة الأولى يسمح لهنية بالخروج من قطاع غزة، جولة خارجية من هذا النوع، ما الذي تحمله من أهمية ولماذا تركيا؟ نعم، أعتقد أن الزيارة لديها كثير من الأمور السياسية والأمور الاستراتيجية في نفس الوقت، إن كان لحماس أو حتى لفلسطين أو المنطقة بشكل عام. لماذا تركيا؟ نعلم أن تركيا لديها يعني قوة ناعمة فاعلة في بشكل عام في المنطقة وتحديدا إلى الشعب الفلسطيني. أيضا إضافة إلى أن تركيا ترأس منظمة التعاون الإسلامي مثلا، أيضا الدور الإقليمي الكبير لتركيا وأيضا الدور الإقليمي لتركيا في داخل غزة نفسها. أيضا أعتقد أن طبعا بعد ذلك سيكون كما قيل زيارات إلى ماليزيا وما شابه ذلك، لكن تركيا كدور إقليمي كبير جدا. نعلم أن هناك خلافا الآن عربيا حول مسألة حماس، يعني نعلم أن دولة الإمارات العربية، السعودية الآن، مصر مترددة، لكن تلك الدولتان وضعت مسألة الإخوان المسلمين وما شابه ذلك في ما يسمى بدائرة الإرهاب، لكن دول عربية أخرى ليس في هذا السياق. هل هناك تجديد تغير في السياسة الداخلية؟ أعتقد ذلك، لكن كل ذلك يحتاج إلى دعم، فإما دعما إيرانيا مثلا كما تطمح إيران كانت، وإما دعما تركيا، أيضا تركيا التي تدخل في قوة، وأعتقد أن الأفضل لهم أو الأقرب هو تركيا. طيب فراس، حدث عن الخلافات وردة الفعل والاعتراض العربي على الدور التركي، هناك من يقول أن عمليا هذه المحادثات مع الوفود الفلسطينية لا تلقي أي اهتمام فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، وهذه الأطراف مثل تركيا القريبة سلطتها فكريا من حماس عمليا سوف تزيد من الفجوة في هذا الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. لا أعتقد أنها ستزيد الفجوة، ممكن إذا الطرف الثاني مثلا كان هناك تنافسا أو تنحرا سياسيا، نعم هذا صحيح، ممكن تركيا ستدعم ربما حماس وسيبقى ربما التوتر بين الطرفين والطرف الثاني الدول بعض الدول العربية التي تدعم مثلا السلطة، لكن السياسة التركية أعتقد القائمة الآن رغم ما تفضلت به التقارب الفكري بين الحكومة القائمة في تركيا وحماس، نعم كفكر قريب للتوجهات الإسلامية، لكن تركيا أعتقد لديها مشاريع أكثر، أن تكون ربما تحاول نعم تدعم حماس، لكن تريد أن يكون هناك صلة وفاق بين الأطراف كلها في فلسطين. لا ننسى عندما كان داوود أوغلو ورئيس الوزراء ودعمه للسلطة في إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، على ما أذكر في 2014 أو يعني لم تخني الذاكرة. إذا أعتقد أن الدور التركي قوي ومهم جدا، حتى أعتقد كدولة إسرائيل التي لديها ربما بعض التخوفات نتيجة الأوضاع القائمة في المنطقة العربية، لذلك تحاول أيضا أن يكون للتوجهات السياسية القادمة العربية أو الاحتجاجات أن تكون ذات قيادة، لأن التطورات التي غير ذات قيادة ستصبح عشوائية، مثلا كما رأينا انطلاقات شعبية في العراق وكان صعب جدا. نعم. حتى طب الآن لو نبقى في ملف قطاع غزة، لطالما عرفت تركيا من بين الدول الذين يحاولون تنفيذ مشاريع حيوية في عدد من دول المنطقة، فهو من ناحية يفيد تلك الأطراف ومن ناحية ثانية هو استثمار لتركيا. هل الحديث هنا يدور حول مشاريع حيوية سوف تنفذها تركيا في قطاع غزة، إن كانت لديك معلومات في هذا الصدد؟ نعم، تركيا لديها مشاريع حيوية في داخل غزة، وحتى هذه المشاريع أعتقد للتوافق أيضا مع تل أبيب في هذا السياق. أيضا لدى تركيا أعتقد مشاريع المستشفيات، مشاريع الأرضية والأدوية قوية جدا حتى وصول، لأن هي أعتقد الدولة الوحيدة التي لديها علاقات قوية وفاعلة وممكن ضاغطة أيضا على تل أبيب في حال أرادت تركيا الدخول في داخل غزة. ولكن تعلم أيضا تل أبيب أن تركيا تعمل وفق القانون، يعني دون أن يكون هناك
أشياء غير مقبول بها. نعم أتوقع أن هناك تفاصيل قادمة، دعم قادم، لا ننسى ربما الدور القطري قد يكون أيضا مساهم في هذا السياق، أيضا الزيارات القادمة لبعض الدول الإسلامية عبر تركيا أعتقد سيكون هناك نعم تقدمات على أرض الميدان أكثر وضوحا. نعم فراس أغلو المحلل السياسي كنت معي عبر خدمة سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.